أهلا بكم. متواصلون مع رصد تفاعلات السوشيال ميديا للأسبوع الماضي. البداية مع نشاط أنديتنا في سوق التعاقدات. نادي الحسين وعبر فيسبوك أعلن التعاقد مع اللاعب مصعب اللحام قادما من نادي الرمثة بعقد مدته موسمين، وكما تعاقد النادي الأنشط مع النجم إبراهيم سعادة قادما من نادي الجزيرة ليمثل الفريق بالموسم المقبل. كما جدد الحسين مع سعد الروسان بعقد مدته موسمين، وعبر الروسان عن سعادته بالتجديد. نادي الوحدات ممثل الأردن في دوري أبطال آسيا يواصل الإعداد للموسم الجديد، حيث أعلن عن تجديد التعاقد مع اللاعب أحمد سمير لتمثيل الفريق في الموسم المقبل. نتوجه إلى النادي الفيصلي الذي بدوره أعلن عن إعادة ضم اللاعب الأوغندي سعودي عبد الله لتمثيل الفريق في الموسم المقبل. نذهب إلى نادي شباب الأردن الذي أعلن عن تعاقده مع اللاعب المدافع سليم عبيد لتمثيل الفريق في الموسم المقبل، وكانت سعادة سليم عبيد كبيرة بالتوقيع وكتب على صفحته الرسمية في الفيسبوك بداية جديدة. نحو الرهيب نادي السلط، فبعد اجتماع الإدارة تم الاتفاق على تعيين المدرب عثمان الحسنات مديرا فنيا للفريق الأول في الموسم المقبل. نادي سحاب أعلن عن التعاقد مع 12 لاعباً دفعة واحدة، وهم رشيد رفيد وجبر خطاب واللاعب فادي الناطور وعصام السميري وجعفر المحسيري ومحمد الرازم وسند جعارة وأحمد العساوي ولؤي عمران وأحمد ياسر وأحمد طنوس ومنذر رجا لتمثيل الفريق في الموسم المقبل. كما تم تجديد الثقة في الجهاز الفني المكون من جمال محمود مدير فني وعصام محمود المدرب العام. أما بالنسبة لنادي الصريح الذي يعمل بصمت أعلن عن تعاقده هذا الموسم، وكانت الأسماء هي مصطفى أبو مسامح وقصي نمر وعدي رقيبات ويزن عبد العال لتمثيل الفريق في الموسم المقبل. نادي معان الذي يعيد تشكيل الفريق من جديد أعلن مجموعة من التعاقدات وتمت مع محمد أبو نبهان وطلال الحواري ومعتز عبيدات ويزن الغرابلة والمدافع الأيسر دينو ومحمد العدوان وصهيب الوهيبي وخالد الردايدة وجميل سرحان وعاصم القضاء لتمثيل الفريق في الموسم المقبل. الوافد الجديد لدوري المحترفين مغير السرحان حيث أعلن عن تعاقده مع 17 لاعبا، وجاءت الأسماء كالتالي: كريم أبو زيتون وحمزة الشمالي وصهيب أبو هشهش ومجاهد الزواهرة وهشام كنعان وغيث العثامنة وأحمد أبو سعده وسبيع الحموي وقصي طنوس ومنذر الزعبي ومصعب الغبين وأحمد بشير وزيد أبو الريش وأحمد السبعاوي والسوري أحمد منجد وعمر أبو سمرة ومحمد الجوهري لتمثيل الفريق أيضا في الموسم المقبل. ختاما مع بطولة اتحاد غرب آسيا للواعدات، حيث حقق منتخبنا تحت سن 14 لقب البطولة بعد الفوز على منتخب لبنان بهدف نظيف. وعبرت مدربة منتخبنا الوطني للواعدات منار فريج عن سعادتها وكتبت على صفحتها الرسمية بالإنستغرام: أنهينا بطولة وطن بنجاح، الحمد لله دائما وأبدا. إذن كانت هذه مجموعة الأخبار على السوشيال ميديا. شكرا لحسن المتابعة، إلى اللقاء.